ان شاء الله تكونوا بألف خير وسلامة يا ربي، والله يبعد عليكم وعلينا جميع الأمراض ويبعد علينا هذا المرض المنتشر في العالم كله. الله ينجينا وينجيكم ويحفظنا ويحفظ البلد ديالنا يا ربي، آمين يا رب العالمين. ندعيو دائما صباح مساء وليل نهار باش ربي يبعد علينا هذا الوباء. والحمد لله، نقول الحمد لله والشكر لله، اللهم ألطف بنا يا رب. إذن اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الفطيرة زوينة زوينة بزاف بالتفاح، كتجي رائعة من جد. جربوها وإن شاء الله إلا عجبتكم ما تنسونيش باللايك، ما تنسوش تبارتاجي، وما تنسوش أنكم دعموني باللايكات ديالكم. وكنشكركم نشكركم بزاف على يعني المشاركه ديالكم وعلى اللايكات اللي كديروا لي، وكثروا ليا من اللايك لان هادشي اللي كنعطيكم رائع رائع بزاف. وسمحوا لي هاد الايامات ما غاديش نقدر نطيب على برا في الجرده في الكانون، لان كتشوفوا كاينه الشتاء وكلشي فازق، حتى الكانون راه فزقلي وباش نشعل حتى العافيه راه ما كاينش الحطب. اذا غادي نخلي حتى يعني ان شاء الله تحمى الحاله ويسخن الجو، ديك الساعات غادي نبقى ندير الوصفات على برا. المهم غادي اليوم غادي تشوفوا معايا هاد الوصفه وتبعوا معايا من الاول حتى الاخر باش تنجح معاكم باش ديروها الكوتي. انتم يا البنات غادي نذكر لكم المقادير اللي غادي نحتاجو. عندي هنايا تقريبا 80 غرام ديال السكر سنيده، الحبيبات ديالو رقيقه. عندي بيضه وحده، فانيلا وحده، رشه ديال الملح، واحد الياغورت الطبيعي 110 غرام، واحد الليمونه اولا برتقاله اللي غادي نحكو لها القشره ديالها وغادي نعصروها. وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال دقيق الفرص من نوع الجيد. ونبداو على بركه الله، ناخذ هذيك البيضه ديالنا بسم الله، نفقصوها هنايا، نزيدو عليها داك السكر. انا نقصت السكر يعني درت غير 80 غرام. نديرو معها هذيك الفاني، الملحه غادي نخليها حتى غادي نديرها مع الدقيق. غادي نضيف نخلي باش غادي نوجد هذا سميتو ياغورت. غادي نخدم شي شويه هاد البيضه مع داك السكر، نخدمهم مزيان نمزجهم. ونتمنى ان شاء الله يا البنات يعني كاع اللي دخل القناه ديالي وعجبته الوصفات اللي كنقدم ما يبخلش علينا باللايك، يدير داك لو بوس. ان شاء الله ما كيخسر حتى شي حاجه، بالعكس الا عجبته شي حاجه يعني شجعنا، رحنا بكم ويعني بالوجود ديالكم ودوك البصمات رحنا كنزيدو وكنتقدمو وكنعطيوكم دائما الجديد سواء في الحلويات او لا في الماكله او لا حتى في الروتينات. غادي نهبط هاد الياغورت، ياغورت الطبيعي. باش يدوب لي داك السكر انا غادي نزيد نخلط، ومن بعد غير نحس بالسكر بدا كيدوب غادي نزيدو. نسيت سمحوا لي راني درت الزبده كترتخى شي شويه تذوب، وديك الساعه نرجع لكم.
ما ذوبت ديك. عندي هنا 51 غرام ديال الزبده، بسم الله غادي نضيفها صافي. وغادي نضيف هذاك الدقيق اللي عندي مغربل مع اضافه هذيك الخميره ديال الحلوه صافي. غادي نخلط هكا. هاد العجينه ما كتجيش بحال الكيك، يعني خفيفه كتجي شويه مجموعه. نزيدها هكا، نخلط غير بهادي، نضيف ديك شويه ديال الدقيق اللي بقات لي. عندي نيشان 200 غرام معبوره، نضيفو 10 غرام ديال الخميره. عملت هنايا معلقه كبيره، وغادي نزيد عفوا معلقه صغيره عامره، وغادي نزيد هاد السبونه هادي صغيره كاع صافي. وغادي نخلط اخر كنزيدو هاد العصير ديال ليمونه. درت ليمونه وزدت معها واحد العصير ديال نص حامضه، لان يعني الليمونه كانت ما فيهاش الماء بزاف صافي. وغادي نخلط. البنات شفتوا العجينه ما كتجيش مرخوفه بحال الشكل ديال عجينه الكيك. باش نوزعوها على هاد المول بشكل متساوي، غادي نوزعها بحال هكا على هاد الطريقه هادي صافي. وندوز انا غادي نقطع التفاحه هكذا على هاد الطريقه هادي، ونكمل هاد ما تبقى لي هنا من العجين. البنات كيف كتشوفوا قطعت واحد جوج ديال التفاحات اللي كانوا عندي في ديك السله. جبت هذا الكونفيتور ديال لابريكون، يعني ديال المشمش، واللاطا عندنا هنايا ديال العجين اللي صوبنا امامكم. دابا غادي ناخذ واحد المعلقه صافي، غادي نفزقها هكذا بالماء باش ندير الحفيرات اللي غادي نعمل فيهم هكذا لا كونفيتور. غادي ندير شي حفيرات هكا الحفيره، غادي نعمرها بهذا. خصنا ضروري نديرو بالماء باش ما يتلصقناش العجينه في المعلقه. ندير وحده هنا في الوسط طريقه. غادي ناخذ دابا هذا لا كونفيتور، غادي ندير في كل حفره غادي ندير الكونفيتور، يكون داك الجاري احسن ما يكونش فيه الطروفه بهالطريقه هذه. يعني غادي نكمل، وما بين كل وحده وحده غادي ندير نسيباريهم بهاد لي طرونش تاع التفاح. هانتوما التفاح راني درت له غير العصير ديال الليمون، يعني ديال الحامض. كتجي هاد شغل كيكه بحال سميتو فطيره، يعني كيكه د التفاح بواحد الشكل اخر، كتجي زوينه الصراحه ولذيذه. اذا غادي نكمل انا ومن بعد نوريها لكم وتشوفوا كيفاش الشكل ديالها كيفاش جا.
الكيكه ديالنا بعد ما كتخرج من الفران وكنخليها حتى كتبرد كنقلبها في طبق التقديم. بسم الله. وبعد نولي نقلبها على الوجه ديالها. هانتوما كتشوفوا البنات الفطيره ديالنا نهار اليوم تكون ان شاء الله تكون عجبتكم وراقتكم وجات على خاطركم. كيف كتشوفوا معايا زينتها بالسكر الكلاص وزينتها من الوسط بالمربى ديال المشمش، راه المذاق ديالها رائع رائع رائع. هانتوما كتشوفوا حتى المنظر زوين زوين بزاف. هكذا ديروها لوليداتكم، هكذا تناولوها مع شي كويس ديال القهوه ولا حتى شي عصير، كتجي زوينه والمنظر ديالها كيشهي. ونحببوا لوليداتنا هكذا باش ياكلوا هكذا التفاح. هانتوما كتشوفوا جات زوينه ورائعه. نتمنى ان شاء الله تلايكيو على هاد الكيكه ديال اليوم اولا هاد الفطيره ديال التفاح كيف ما بغيتوا سميوها، راها زوينه في المنظر. هانتوما كتشوفوا زوينه رائعه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر وتقولوا لي كيف جاتكم. نتمنى لكم شهية طيبة والى الملتقى بحول الله وفيديو اخر. ما تنساوش تلايكي وما تنساوش تبارتاجيو الوصفة مع احبابكم واصحابكم. وانتم يا البنات الفطيرة هشيشة وكتشهي. بسم الله. انتم كتشوفوا انتم بسم الله. رطبه والمذاق ديال البرتقال وديال داك التفاح ما نقول لكمش عليها، ضروري ما تجربوها. حقكم في الجنه. وسمحوا لي البنات دائما كنشهيكم، ولكن باش نشجعكم انكم تجربوها غادي نوجد واحد الكاس ديال القهوه وغادي نتناولها انا وافراد الاسره ديالي. وخليت لكم الراحه وبسلامه عليكم وشهيه طيبه. ما تنساوش تجربوها راها لذيذة 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 بزاف. وبسلامة عليكم.